بكاثير الكاتب الحضرمي الاشهر كان احد اعضاء الوفد المصري الى بغداد، وفد في احد المهرجانات الثقافيه كان بيرأسه الروائي والاديب الكبير يوسف السباعي، وكان بيضم من ضمن اعضائه الكاتب الكبير امين يوسف غراب والشاعر والكاتب صالح جودت وغيرهم الكثير من المبدعين. علي احمد بكاثير معروف عندنا انه صاحب روايه واسلاماه، لكن هو يعني له العديد من المسرحيات والقصائد الشعريه وايضا الروايات والمقالات، ولعل اشهر مسرحياته مسرحيه الفدان هانم. علي احمد بكاثير كان له من المعجبات بكتاباته الكثيرات، يعني واحده اتصلت به في التليفون بالتليفون في الفندق وقالت له انها معجبه وهو نفسها تشوفه وعايزه تتجوزه وكذا، فهو راجل يعني رحب بيها فما جات وشافته حست انها اتصدمت، مش ده اللي في خيالها ومش ده فتح احلام المنتظر، فاشارت الى يوسف السباعي وقالت له انا نفسي تبقى في هندام يوسف السباعي يعني، وهي فقال لها يعني انا ممكن ابقى في هندام لكن بالنسبه للعيون الزرقاء واحمرام الوجنتين دول والخدود يعني ده انت عايزه ربنا يخلقني من جديد.